مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في هذه الفقره الثانيه من الاسره حاتي اللي بنتكلم فيها عن موضوع في غايه الاهميه وهو خاص بالاذن الداخليه. يمكن بنتكلم عن الدوخه والاتزان اللي بيعاني منها كثير من الناس او بعض الناس اللي بتكون اسبابها خاصه بامراض في الاذن الداخليه. النهارده بنتكلم عنها بشيء من التفصيل ومتى يلجا المريض في هذه الحالات الى اجراء جراحات، لان بعض الناس يعني من خلال طبعا التردد على الاطباء قد لا يرى ان هناك يعني فائده من العلاج الدوائي او ما الى ذلك، فقد يلجا الطبيب في هذه الحالات الى التدخل الجراحي. ما هي الجراحات المتعلقه بالدوخه والاتزان الخاصه بامراض الاذن الداخليه؟ ده موضوعنا النهارده اللي هنتكلم عنه من خلال ضيفنا اللي مشرفنا الاستاذ الدكتور علي محروس، استاذ الاذن والانف والحنجره بطب الازهر واستشاري جراحات الاذن وزراعه القوقعة وقاع الجمجمه، وايضا زميل كليه الجراحين الملكيه بلندن وخبره 15 عام في بريطانيا. اهلا بحضرتك. اهلا استاذ جمال. اهلا وسهلا. في البدايه النهارده طبعا بنتكلم عن امراض الاذن الداخليه، وهنتكلم فيما يخص الدوخه والاتزان المتعلقه بالاذن بامراض الاذن الداخليه. عارفين الدوخه والاتزان لها اسباب كثيره متعدده، لكن قد يكون السبب امراض خاصه بالاذن الداخليه، فما هو تعريفها يا دكتور علي في البدايه؟ هو الحقيقة الأذن الداخلية هو يعني هي مسؤولة بجزء كبير جدا عن الاتزان والتوازن بتاعنا، بالإضافة إلى طبعا مخنا، دي حاجة مهمة جدا. المخ مهم جدا كمركز للاتزان والتوازن، وطبعا جذع المخ كمان والمخيخ، دول مسؤولين بجزء كبير جدا عن الاتزان كمان. عنا مسؤول عن جزء من الاتزان، البروبريسبشن او الديب سنسيشنز، الاحاسيس العميقه في المفاصل وفي العضلات وفي الاربطه، برضو مسؤوله عن الاتزان والتوازن بتاعنا. لكن طبعا بحكم التخصص بتاعي انا هتكلم على الجزء الاذن الداخليه والامراض المتعلقه بالاذن الداخليه. بالظبط يا فندم. هو في امراض كتيره جدا في الاذن الداخليه الحقيقه بتسبب الدوخه او الدوار. في فرق الاول يا دكتور علي ما بين الدوخه وعدم الاتزان، ولا مرتبطين ببعض او هم معنى واحد؟ لا، هو الحقيقه يعني المعنى الدقيق مختلف. هو لو قلنا دوار يبقى الانفرنس بتاعه ان في اللي هو السبيننج اللي تلاقي بيلف ويدور كده، انما عدم الاتزان هو الحقيقه كلمه شامله جدا. يعني كلمه عدم الاتزان تشمل الدوخة وتشمل الدوار وتشمل حاجات تانية، مصطلحات أخرى يعني. لكن اللي دايما الأذن الداخلية مرتبطة بأذهان الناس اللي هي بالدوار، اللي هو الإنسان بيحس إن هو بيلف والبيئة ثابتة، أو البيئة بتلف وهو ثابت. تمام. إنما الحقيقة في الأذن الداخلية ممكن يجي للإنسان عدم اتزان من غير دوار. ودي برضو جزء مهم جدا. يعني احنا كنا زمان او الناس معتقد ان الدوار بس اذن داخلية، لا، عدم الاتزان ممكن يبقى سببه الامراض الاذن الداخلية. ودي الحقيقة يعني الاذن الداخلية متكونة من جزئين، جزء القنوات الهلالية اللي هم ثلاث قنوات على كل ناحية يعني ستة، ودول اللي هم مسؤولين الحقيقة عن السبيننج او اللف ده، الاحساس ده. انما في جزء الدهليز اللي هو الفيستيبيول، وده متكون من جزئين من داخله اللي هو الساكيول واليوتريكل، ودول الحقيقة مسؤولين عن اللي هو احنا بنسميه في بلغه الطب اللينير اكسلريشن. يعني العيان لو ماشي لقدام وراجع لورا ده بواسطه دول. انت حضرتك في الليفت او المصاعد او في الاسانسير، يعني لما الاسانسير بيطلع لفوق وينزل لتحت، انت بتحس انه طلع لفوق ونزل لتحت عن طريق جزء من الاذن الداخليه اللي هو الدهليز يعني. بالظبط يا فندم. فهو عدم التوازن ان جنرال لازم يبقى فيه الحقيقه يعني استشارة المتخصص في أمراض الأذن. تمام دكتور علي، أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال في البداية. والسؤال ده يمكن أنا يعني عن تجربة شخصية. يعني حضرتك عديت الأسباب المختلفة للدوخة والاتزان، وأحد هذه الأسباب اللي هو تخصص حضرتك فيما يتعلق بالأذن. طيب، لكن هل ممكن الإنسان العادي يعرف إذا كان السبب الدوخة والاتزان عنده من الأذن، ولا حضرتك لازم طبيب اللي يحددها ومن خلال الاسئله ومن خلال الاستشارات؟ ليه؟ لان انا قريب جدا من فتره كده قريبه كنت في صيدليه، فجاء شخص دخل على الشخص اللي موجود في الصيدليه وهو ما كانش صيدلي يعني، بس وبوصف علاج. يعني انت عارف احنا مصريين بنروح الصيدليه بقول له انا تعبان عندي كذا، فيقول له خد كذا.
فانا واقف بشتري دواء وهو جاي فبشتكي ليه، بقول له انا بقوم من النوم، قمت من النوم كده حسيت ان انا دخت، حسيت ان انا مش عارف ايه. فهو يعني كان هيفتي، فانا بقول له انت يعني انا مش عارف، يعني انا ممكن من خبراتي المحدوده، فبقول له انت يعني ودانك تعباك ولا حاجه؟ قال اه انا كانت وداني تعباني. قلت له طب اكشف انف واذن وحنجره، هل بالفعل الانسان ممكن العادي ده يعرف ولا لازم الطبيب المتخصص ان ده السبب من الاذن؟ السؤال ده على فكرة مهم جدا. اه يعني هو طبعا لو المريض، هندي نصايح عامة، يعني اه برنامج حضرتك تثقيفي في مظبوط، المقام الأول، مش برنامج طبي، يعني أنا ما بتكلمش ده احنا لعامة الناس. عامة الناس بالظبط. طبعا لو أنا عندي دوار دلوقتي، ومثلا ودني اليمين فيها طنين وسمع بيضعف فيها، يعني ده يعني سيلف تيلينج، يعني زي ما بنقول، يعني فهو موجود من الاذن. لكن احيانا كتيره جدا المريض بيجي له دوار وما عندوش مشكله في السمع وما عندوش مشكله في الطنين يعني، ويبقى من الاذن الداخليه. لكن جنرال سبيكينج، لو المريض جاله احساس بالدوار ان الدنيا بتلف كده، او هو بيلف الدنيا ثابته، يبقى في الغالب ده من الاذن الداخليه. ودي نصيحه عامه الحقيقه بدون الدخول في تفاصيل طبيه كتيره قوي. لان هو بيحتار وبعدين وهو بيقلق حاجتين، قوي هو دلوقتي حاجتين يا فندم. الحاجه طبعا. الاولانيه لو هو عنده ضعف سمع مع طنين مع دوار، خلاص تقريبا الموضوع منتهي، هو ده اذن يعني. انما لو هو عنده دوار الدنيا بتلف كده، برضه غالبا اذن. انما لو عنده بقى دوخه عاديه، لمصطلحات الطبيه بوصفها لايت هيدنس، جيدنس، ديزنس، ممكن تبقى وممكن ما تبقاش، عشان بس يبقى المشاهد عارف تمام. توصف. طيب ايه الامراض اللي متعلقه بالاذن الداخليه دكتور علي اللي بتؤدي الى حدوث هذه الدوخه او هذا عدم الاتزان او الدوار وما الى ذلك؟ ايه الامراض اللي بتصيب الاذن الداخليه في هذا الصدد؟ هو بص حضرتك، في الحقيقه امراض كتيره جدا جدا جدا، بس يعني يمكن بعد ما استاذن حضرتك، احنا طبعا اتفضل. الحلقه النهارده عن الامراض اللي في الاذن الداخليه، اللي احيانا بتتطلب تدخل جراحي، ايوه مظبوط. ودول عادتهم اقل من اللي هم ما بيحتاجوش تدخل جراحي، عشان بس لو حضرتك عارفين. لكن اكتر الامراض شيوعا مثلا اللي احنا بنسميه البيناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتيجو، اللي هو الدوار الوضعي الحميد. يعني بتلاقي المريض حضرتك مثلا يجي ينام على الجنب الشمال او الجنب اليمين، يبص يلاقي الدنيا بتلف كده، والحقيقه ده بياخد ثواني ويروح. ده يمكن اكترها شيوعا بيسبب امراض الدوار من الاذن الداخليه. لكن ده في معظم الاحوال الحقيقه ده ما هوش مرض جراحي، يعني في الغالب ما بنحتاجش تدخل جراحي فيه. لكن امراض اللي هي محتاجه تدخل جراحي زي مرض المينير مثلا، مرض منير ده قد يضطر المريض انه يبقى فيه في النهايه تدخل جراحي ليه، واخد اللي هو بالك؟ برضه عايزين نعرف مرض منير هو متلازمة؟ هو في منه ديزيز وفي سيندروم. السيندروم اللي هو متلازمة. المتلازمه، لكن الحقيقه اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الديزيز، لانه الديزيز الحقيقه بنسميه باللغه الطب ايديوباثي، ده مش معروف سببه ايه، لكن بمعنى المتلازمه بيبقى ممكن اسبابه معروفه. المرض منير، هو اولا منير ده اسم الشخص العالم ده. اسم طبيب فرنساوي. الحقيقه هو وصف الاعراض بتاعته سنه 1861، يعني بتتكلم حضرتك اكتر من 160 سنه وصف الاعراض دي، واخد بال حضرتك؟ الاعراض دي لما المريض بيجي له احساس بالفولنس في الودن، يحس ان ودنه كده تقلت، وبعدين يجي له وش، وبعدين فجاه يجي له نوب الدوار عاليه قوي، دوار يعني بيلاقي الدنيا بتلف تلف، يعني بالنسبه للمرضى حاجه مزعجه جدا، وبيبقى غالبا مصاحب معاها احساس بالغثيان وترجيع. طب هرجع للنقطه دي، بس معانا اتصال، لان برضو عايز توضيح واسال حضرتك فيها سؤال. اتفضل. بس معانا اتصال. الو 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 الو، اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. اهلا بحضرتك، اهلا دكتور علي، والله حضرتك. حاضر يا فندم، دكتور علي معاك وسامعك، اتفضل سؤالك. حضرتك والله كنا اتفقنا على وضع السبب حوار الدوخه دوت، الكلام ده الاسبوع اللي فات. وبعدين الدكتور كتب على تحاليل كده فعملناها، وعملنا الاشعه، فطلع حضرتك ان هي النظام تورم على مش تورم على المخ، بقى في نظام التهابات على المخ. كمل اتفضل. انا سامعك. كمل. فقال له النظام اللي هو في نظام التهابات على المخ كده. فما اعرفش هل ده مظبوط ولا ممكن نكشف على الاذن الداخليه زي حضرتك ما بتقول. لا، ممكن اساله؟
اتفضل. يعني معلش التهابات على المخ قال ايه؟ يعني معلش وصفه ايه بالظبط؟ التهابات على المخ كده وخلاص ولا في ايه يا فندم؟ لا، هو الدكتور اللي قال لك التهابات على المخ يعني باينه في الاشعه يعني. حضرتك سمعنا؟ الو؟ طيب بقى يعني ايوه، يا ريت حضرتك. بس هو في حاجات بتبقى احنا مثلا زي المالتيبل سكلروزز ده بيبقى ممكن يسبب الحكايه دي، بس هو ما قالكش التشخيص ايه بالظبط يعني. هو قال لك تشخيص ايه بالظبط ولا ما قالكش؟ لا ما قالش حضرتك، هو بص على الاشعه وبص على تحاليل حضرتك تمام؟ لا انا بقول لحضرتك، هو بص على الاشعه وبص على التحاليل فقال لي ان دوت التهابات على المخ. طيب سؤال حضرتك ايه؟ سؤال حضرتك ايه؟ سؤال حضرتك ايه بقى؟ ما هو سؤال حضرتك هل اكشف على الاذن الداخليه ولا الصباح مع الدكتور ده اللي فيه التهابات على المخ؟ طيب اشكرك شكرا جزيلا. هو هنا يعني قد يبدو لي انا بس يعني راي لحضرتك ان هنا في سبب اهو واضح او تشخيص. طيب هو بيقول ايه؟ يعني ممكن يكون الاذن الداخليه لها سبب برضه، ولا هو سبب الواضح اللي باين من خلال الاشعه هو السبب في هذه لا الظروف؟ ما هو دي طبعا دي الدايليما اللي احنا دايما بيبقى فيه، هل في سببين مع بعض بيعملوا دور في وقت واحد ولا هو سبب واحد؟ بس لو في سبب واضح في الاشعه، وانا اعتقد ان دي رنين مغناطيسي زي المالتيبل سكلروزز ده الحقيقه يعني بعلاجه مع دكاتره المخ والاعصاب الحقيقه يعني. انما لو مش ظاهر هذا السبب يدور في الاذن، طبعا انما ما طالما فيش ظاهر كلام. سبب فادور ليه في الاذن واتعب نفسي، ولا هو يستبعدها برضو؟ بص حضرتك، اتفضل. في النظام العالمي دايما المريض بيروح للممارس العام اللي هو الجي بي، والجي بي الحقيقه بيشوف هل هو ده كومن إلنس ولا لا وبيتعامل معاه. في حالة فشل الجي بي انه يعالج المريض بيحوله للمتخصص. تمام. يعني في اليوكي مثلا في تقريبا في معظم الاحوال كان الجي بي بيحول في انجلترا بيحولوا المرضى دول دايما الفيرست بورت بتاعهم كان الانف والاذن، وبعدين الانف والاذن لما يستبعد انه في حاجه في الاذن الداخليه بيتحول بعد كده غالبا المحطه الثانيه بتبقى اللي هو اطباء المخ والاعصاب. عشان كده السؤال اللي انا سالته لحضرتك في البدايه، طب نعرف ازاي كان من الاذن ولا لا، فنبتدي الاول نروح للاذن عشان نستبعدها، بالظبط. وبعد كده يعني ان اسهل حاجه طب. ممكن تكتشف يعني بشكل سهل، وبعد كده لما نستبعدها نروح ندور على اسباب تانية للدوخه والالتزام. بالظبط يا فندم، مظبوط بالظبط كده. طيب نرجع لموضوعنا تاني، واحنا كنا بنتكلم في مرض منير وحضرتك يعني وصفته وشرحت هذا المرض، برضو اعيد هذه النقطه تاني وبرضو تعيد الاعراض بتاعها الخاصه بمرض منير يا دكتور علي. هي الاعراض زي ما اتوصفت. هو في حضرتك منير الحقيقه برضو عشان برضو الناس يبقوا عارفين، في منير تقليدي جدا اللي احنا بنشوفه او يعني اللي احنا بيبقى تقليد مواصفات معينه، وفي منير غير تقليدي عشان برضو الناس تبقى عارفه يعني. انما التقليدي زي ما انا وصفته ان المريض بيجي باحساس، وغالبا بيبدا في ودن واحده في الغالب، ويجي له المريض احساس بان ودنه مكتومه شويه، وبعدها بشويه يلاقي في طنين مثلا حصل، وبعدين تيجي نوبه الدوار اللي هو بيجي، ومع الدوار بيحس بالغثيان والترجيع. ده اللي هو التقليدي جدا اللي بيجي. السؤال اللي كنت عايز اساله هو الطنين مرتبط بالدوار ولا مفيش ارتباط ما بينهم؟ احنا اتكلمنا عن الدوخه وعدم الاتزان، هل الطنين برضو مرتبط بيهم ولا في مرض منير هم مرتبطين ببعض؟ واخد بال حضرتك؟ لانه هو ضعف السمع مع الطنين، بعدها على طول بيبقى الدوار، واخد بال حضرتك؟ وضعف السمع هنا بيبقى احنا بنسميه اللي هو في الترددات الواطيه. وحتى الطنين اللي بيبقى عندهم برضه طنين ليه مواصفات خاصه، اللي هو اللو فريكونسي، او اللي هو زي ايه، زي اللي بيسموه زي موج البحر كده. ايوه، اللي هو لو بيتش، واخد بال حضرتك؟ فالارتباط ضعف السمع بالطنين ارتباط بسيط جدا، لكن الدوخه ما هي مرتبطه برضه بالمنيير اللي هو عباره عن ميه زايده في الاذن الداخليه باختصار شديد جدا. تمام. اللي هو الهيدروليك بريشر، الضغط المائي داخل الاذن الداخليه بيبقى عالي قوي، فده السبب او يعني اللي بيشرح ليه المريض بيبقى عنده وش، ضعف سمع، عدم توازن، او الدوار كلهم متلازمين مع بعض، كلهم مرتبطين ببعض يعني. تمام. اذا مرض منير احد امراض الاذن الداخليه. طب تمام، ايه تاني من الامراض اللي بتؤدي برضو الى
حدوث الدوخة وعدم الالتزام. في حضرتك مرض مثلا اللي هو احنا الالتهابات الفيروسية للأذن أيوة الداخلية، الفيرال لابرينثايتس، وده بتلاقي برضو عنده ضعف سمع ودوار شديد جدا الحقيقة معاهم، وأحيانا بيبقى عنيف عنيف الدوار الحقيقة. في حاجة يمكن أكتر من الفيرال لابرينثايتس اللي هي بنسميها احنا الفيستيبولار نيورونايتس، وده بيبقى الفيروس بيصيب جهاز التوازن بس مش الجهاز السمعي للأذن الداخلية، تمام وده ليه مواصفات معينة ان المريض فعلا بيبقى عنده، لو خدت التاريخ كويس غالبا بيبقى عندهم جالهم يعني فيروس، تلاقي مثلا مناخيره كانت بترشح والى اخره وسخونية قبلها باسبوع او اسبوعين، وبعدين all of a sudden تلاقي المريض جاي بدوار شديد جدا جدا ومبقاش معاه ضعف سمع، والدوار ده بيبقى العيان فعلا بيدريدن بقى، بيقعد يومين ثلاثة في السرير ما يقدرش يتحرك. وده الحقيقة في معظم المرضى يعني خبرة لا تنسى، يعني هو المريض فعلا ما بينساش ويفتكرها، يقول لك بعد من 20 سنة أنا جالي كيت وكيت وكيت. تمام. فده مهم جدا بالنسبة تاريخ المرضي لتشخيص الحالة سبب دي. الدوار. تمام، اسمح لي اخد تليفون. الو 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 الو، ألو، اهلا يا فندم، ازيك؟ اتفضل أهلا بيك. اتفضل أنا ممكن سؤالك. أكلم الدكتور؟ اتفضل بس وطي التلفزيون واتفضل سؤالك على طول. أهلا بيك. والله انا سامع التلفزيون. اللي بيحصل انا بتكلموا على الدوخه، انا ما بركب اي مواصله، ما بركب اي مواصله، اركب عربيه، اركب اي حاجه، بيجي لي دوران وغثيان وشفايه وبتعب جدا، فانا عاوز اعرف ان انا يبقى عندي ايه يعني. انت عندك كام سنه؟ عندي 65 سنه. 65؟ ايوه. طول عمرك كده مش كده؟ هو كان في بادئ الامر كان على خفيف، دلوقتي على تقيل. لا شكرا جزيلا. شكرا شكرا. على فكره السؤال ده يعني في ناس كتير يا دكتور علي يقول لك احنا لما نركب عربيه بيجي لي دوخه ورجع ومش عارف ايه. لا ده دي في ناس حاجه، دي حاجه دي مشهوره. سببها ايه؟ لا لا دي حاجه مشهوره جدا في الطب الحقيقه، ده اسمه موشن سيكنس، يعني اللي هو الاحساس بالغثيان الحركي. ده بيحصل مع حضرتك مع اكتر من فئه، اللي هو بيركب العربيه، في ناس اللي هم على البوت السفينه او القارب في دوار المياه، البحر بيقولوا عليه دوار البحر. الموشن سيك في الطياره، الموشن ده معروف جدا، هي في بعض الناس كتيره جدا عندهم المشكله دي. هو ده الحقيقه بتبقى حاجه ما نقدرش نقول ديزيز انتيتي اس ساتش، يعني ان هو تدي له علاج او تتدخل فيه جراحيا، الحقيقه هو في استعداد عند الاشخاص دول عندهم الحكايه دي، لكن لو الامور بالنسبه لنا يعني تعدت الحدود شويه بندي طبعا ادويه بحيث انها تهدي الجهاز او اللي هو عباره عن اشارات طالعه من الاذن الداخليه لجذع المخ والمخنة بتخليه يبقى مش متزن، فبندي ادويه تسبريس الحكايه دي، تهدي الاشارات دي شويه عند اللزوم، لكن الحقيقه مش محتاج تاخد طب جراحه من اصلا. غير ادويه، احنا ما بنتكلمش على تدخل جراحي، من غير ادويه ممكن الانسان يتلافاها يعني بحاجات بسيطه؟ يعني بعض الناس مثلا يقول لك ايه، عشان ما ارجعش ما اكلش، او اكل لبان عشان الفت يعني اشتت انتباهي مثلا لحاجه تانية عشان ما يحصلش معايا الموضوع ده. هو بص حضرتك، هي بتحصل ايه؟ هو في الغالب ايه اللي بيحصل؟ انه واحنا راكبين العربيه وهو بتلاقي المريض مثلا بيبص على حاجات في الشارع، وكل شويه عينه بتبص على حاجه وبعدين تنقل على حاجه تانية ونقل على حاجه تالته، مش متعود على كده. فتلاقي بالظبط كده، فتلاقي بيحصل عنده، احنا في حاجه اسمها اللي هو الفيستيبيول اوكلر ريفلكس او المنعكس بتاع الفيستيبيول اوكلر ريفلكس، ده في لخبطه شويه عنده، بيبقى ديس فانكشننج يعني، فتلاقي المريض بيحصل معاه، ربما يكون انه يحاول يركز على حاجه قدامه، ما يركزش على اكتر من ما نقطه في يبصش الشارع. في لكن الحقيقه الحاجات المتحركه. بالظبط. تمام. طيب لكن هو الحاله دي اللي عنده 65 سنه وزادت معاه في الفتره الاخيره يعمل ايه يا دكتور؟ ايه الحقيقه ما لهاش حل غير الادويه، ويعني تو سبريس الاكتيفيتيز دي اللي موجوده، لكن في حاجه تانيه يعني. طب نرجع لموضوعنا، واحنا بنتكلم عن الجراحات المتعلقه بالدوخه والاتزان الناشئه عن الاذن الداخليه، اعراضها ايه يعني غير الدوخه والاتزان؟ في اعراض مرتبطه تانية غير الدوخه والاتزان؟ لا هو حضرتك، لا هو دي امراض الاذن الداخليه، اما دوخه واتزان او ضعف سمع، مش حاجه مفيش حاجه يعني تالتة. متعلقه بيها تانية يعني لا لا مش حاجه، مش حاجه ثالثه، هم دول يعني دول الاثنين اللي موجودين. تمام. لكن من ناحيه الجراحه، هو المرض الحقيقه الشهير جدا في الجراحه اللي هو بيحتاج تدخل جراحي احيانا، وانا الحقيقه بركز كتير قوي على كلمه احيانا،
لان احنا بنضطر للجراحه اضطرارا في المرض منيير الحقيقه. م. وده بيبقى المريض هو اللي بيحكمني انا كجراح ان انا اخد القرار الجراحي ولا لا. بمعنى ايه يا فندم؟ ان المريض النهارده عنده اعراض بياخد ادويه طبيه، وبالاضافه للادويه بقول للمريض في حاجه اسمها لايف ستايل تشينجز، بيعمل تدخل في مسار يعني في طريقه الحياه اللي هو عايشها. من ناحيه الاكل بقول له يبعد عن اكلات معينه، يعني مثلا السولت فري دايت، انه يبعد عن الاملاح في اكله. الحاجه الثانيه ما فيش تدخين. الحاجه الثالثه الحقيقه في اكلات معينه او مشروبات معينه زي مثلا الشوكولاته والقهوه الكتيره والجبنه والتشاينيز فود والسترس زي عصير البرتقال والليمون والكلام من ده، دول الحقيقه احيانا بنسميهم احنا تريجرز، بيخلوا تجيله النوبه يعني. فبنقول للمريض يبعد عن الحاجات دي، بياخد يبعد عن الملح طبعا، بيبعد عن بياخد ادويه، احيانا بنديله ادويه مدرات للبول دي كمان بتساعد انها تقلل النوبات بتاعه الايه بتاعه المنير. لكن لو المريض بعد كل الحاجات دي لسه الاعراض موجوده، وكمان المريض مش الاعراض موجوده بس، الحقيقه يجي يقول لك انا مش قادر اتعايش معاها. انا خلينا نتكلم في النقطه دي تحديدا، هي المضاعفات اللي ممكن تحدث نتيجه هذا الموضوع لو المريض اهملها. هل ممكن يحدث مضاعفات مثلا؟ يعني هو حضرتك بتقول بيه بيقول انا مش قادر اتعايش مثلا. لا، هو اللي بيحصل ان لو سيبنا المنير كده لوحده بالناتشرال كورس بتاعه، هتلاقي حضرتك ان بعد شويه سمع المريض ضعف. هو في الاول بتبقى النوبات بتيجي، وبعدين بين النوبات المريض طبيعي جدا، طبيعي جدا، ما عندوش اي مشكله خالص. لكن مع الوقت بيبتدي يخش بقى في الكرونيسيتي، يبقى مزمن بقى، وتلاقي ايه سمعه ضعف وما بيتحسنش، تلاقي الوش بدل ما كان بيجي ويروح بدا يبقى مستمر. واخد بال حضرتك؟ في الغالب اللي بيحصل ان الدوخه الحقيقه مع الوقت بتقل، يعني مع الوقت الدوخه بتقل، لكن السمع والوش بيزيد. الطنين ودي حاجه، دي حاجه مهمه في في الناتشرال كورس بتاع المرض ده، في المضاعفات. يعني بنقول ان ناتشرال كورس الحقيقه مش مضاعفات، بس مضاعفات يبقى حاجه غير متوقعه او توابع. توابع يمكن سيكويلي بالظبط. تمام. فاللي بيحصل حضرتك ان المريض يجي يقول لي ايه، انا خدت الادويه وغيرت اللايف ستايل بتاعي وانا مش قادر اتعايش مع المشكله دي. في الوقت ده ببتدي اعرض عليه التدخلات الجراحيه. والتدخل الجراحي قبل ما نتكلم في التدخلات الجراحيه، اتفضل. ازاي لما تجيلك هذا المريض يا دكتور بتشخصه ازاي؟ لان النقطه مهمه في غايه اهميه التشخيص. تمام. سؤال وجيه جدا. هو التاريخ المرضي مهم قوي، زي ما انا قلت لحضرتك ان هو بيجي بالمواصفات اللي احنا قلنا عليها. تمام. وبعدين بعمل له مقياس سمع، او بعمل لها مقياس سمع. الحقيقه بعمل لها، يمكن هو المنير الحقيقه اكتر شويه في السيدات عن الرجاله يعني. ليه؟ لاسباب مختلفه. يعني اسباب علميه مختلفه. يعني حتى هو طبعا الكلام ده مش مؤكد قوي، لكن الاحصائيه اللي موجوده في امريكا ان هي نسبه كام لكام؟ 1.8 to 1، يعني 1.8 من 10 لواحد، اولموست نقول 2 لواحد يعني تقريبا. بالتقريب. يعني الاسباب اللي بيجوا الاول حضرتك عندهم الشكوى اللي احنا قلنا عليها التقليديه، وغير اللايف ستايل، وتشخيصه بنبتدي نعمل مقياس سمع، نلاقي عنده حاجه اسمها لو فريكونسي هيرنج لوس، يعني ضعف سمع في الترددات الواطيه. دي من الحاجات الكاركترستيك الحقيقه. وبعدين نعمل اختبارات التوازن، نلاقي عنده ضعف في الاذن الداخليه. خلي بال حضرتك منير احيانا بيبقى على الناحيتين، وده مهم جدا، وده اللي بيخليني كمان التدخل الجراحي بقى بتفرق الناحيه واحده مثلا او ناحيتين. هو عاده بيبدا على ناحيه واحده، بس مع الوقت بتلاقي جاله الاثنين على الناحيتين. مثلا احنا ده بنتكلم في نسبه الابحاث بتتراوح من 10% ل 40% بيجي لهم على الناحيتين. واخد بال حضرتك؟ لا، بعدين فترة دي لا، بتختلف من شخص لاخر، مفيش نسبه محدده. واخد بال حضرتك؟ انما لما بنعمل بقى اختبار التوازن، بيظهر عندنا ضعف في ناحيه على الناحيه الثانيه. اختبار التوازن فيه انواع مختلفه، يعني في حاجه اسمها في ان جي، وفي الكترو كوكليوجرافي. ده الحقيقه برضو مهم جدا للتشخيص او لتاكيد التشخيص بتاع المرض عندنا. لكن وانس ان احنا شخصناه، غالبا ما بنحتاجش اشعه لتشخيص المرض ده، بنبتدي حضرتك نتكلم يعني ممكن التشخيص بس من خلال القياسات اللي حضرتك بتعملها له، ومن خلال التاريخ المرضي فقط، ما بتحتاجش حاجه تانية. لا، هو ده في معظم الاحوال بيتم التشخيص كاملا عن طريق والفحص الكلينيكي طبعا. طبعا الفحص الكلينيكي احنا ما بنشوفش حاجات كتيره فيه، الا اذا كان المريض جاي في الاكيوت اتاك،
في النوبه الحاده اللي هي بتاع الدوار. طبعا بنشوف رقرقه في العين اللي هي النستجمس، ده بيبقى واضح قوي بقى في الاكيوت وممكن اتاك. المريض يجي لك في نوبة الحادة ولا يعني غالبا بيجي وهو بعد ما استريح. احيانا بيجي في مصر، ممكن يجي في اي وقت لان ما فيش الجي بي سيستم يعني، انما بره غالبا ما كانش بيجي في الاكيوت. هل لما بيجي في نوبة الحادة بتفرق في التشخيص مثلا، بتساعدك بتدي لك يعني ادوات طبعا تشخيصية انت افضل؟ بتشوفها، طبعا انت بتشوف. لا الرقرقه احنا ما بنشوفهاش ما بين النوبات، لكن لما بتشوف رقرقه نستجمس قدام حضرتك واضح جدا، والعيان بيديك الاعراض دي، وبعدين بيقول لك بتقعد معايا مثلا من 20 دقيقه ليوم كامل. التاريخ المرض الحقيقه بيدينا فكره كويسه قوي عن التشخيص. في بعض النوبات مثلا مرضى الصرع يقول لك ايه، يفضل ان انت تصور نوبه لما تيجي، هل ده صحيح؟ ممكن يصور نوبه برضو ولا مش هتفرق كتير قوي لا في ال... يعني لو حد اه صور بقى العين بقى يعني صعب صح بالموبايل. صح الشكل عامه يعني، انا بتكلم على الشكل بشكل لا عام. مش هيبقى في غير حركه العين الحقيقه اللي فقط. ملحوظه يعني، مع الترجيع طبعا والغثيان. تمام. ده وسائل التشخيصيه، حضرتك ما بتلجاش للاشعاعات. في الغالب ما بنحتاجش، في الغالب ما بنحتاجش اشعه للتشخيص. تمام. طيب حضرتك شخصت ووصلت حطيت ايدك على السبب، يعني هل ممكن يكون في يعني بداية قبل ما ندخل في التدخل الجراحي في اجراءات زي ما حضرتك تفضلت كده، اللي هي يعني تعليمات، في ملاحظات، زي في ما احنا ادوية؟ قلنا، يعني هي في بحضرتك ادوية احنا مثلا؟ لازم حضرتك اكزوست اول ذا بوسيبل مينز ان هو ياخد علاج ولايف ستايل، وما فيش تدخين، يعني ينام كويس، يبعد عن التوترات على قد ما يمكن، يحاول يتعايش بالادويه اللي هي مدررات للبول وادويه اخرى. يعني الأدوية عبارة عن إيه؟ مدررات للبول وفي ادويه اخرى ممكن ياخدها المريض الحقيقه. لو المريض بيتعايش معاه يبقى خير وبركه، انما الحقيقه زي ما بنقول في اللغه الانجليزيه اللي هو ايه، patient has to twist my arm عشان انا اعمل جراحه. يعني التدخل الجراحي الحقيقه اخر بنضطر ليه اضطرارا يعني. الأدوية دي ممكن تجيب نتيجة بنسبة قد إيه؟ ولا على حسب الحالة؟ لا الادويه الحقيقه واللايف ستايل والحاجات دي. مؤثره في نسبه كويسه قوي من المرضى، هي مؤثره الحقيقه يعني. يعني هو الحقيقه معظم المرضى بيستفيدوا، الجزء القليل قوي اللي هو مثلا حوالي 10. بتقلل ولا ممكن تشفي نهائيا من هذا لا المرض؟ لا هو هي بتقلل الاعراض، النوبات لكن والأعراض. المرض ماشي في طريقه، هو ماشي في طريقه، واخد بال حضرتك، ما بتوقفش المرض يعني. الحاجه المهمه قوي ان حاجتين بيحكموني انا، اللي هو القرار الاولاني المريض يجي يقول لك انا مش قادر كده اعيش، ورغم ان انا جربت كل الادويه وكل اللايف ستايل. الحاجه الثانيه بيحكمني في القرار ان انا اقول له جراحه ولا لا، سمع المريض، هل المريض مقياس السمع. مقياس السمع، هل المريض بيسمع بالودن دي ولا ما بيسمعش، لان ده بيقول لي انا هعمل انهي نوع من الجراحه، واخد بال حضرتك. في تدخل الحقيقه يعني بنعتبره نص جراحي نص ادويه، ان احنا بنحقن الاول ماده الكورتيزون، بنحقنها في الاذن الوسطى، بنسميها ترانستن بانيك انجكشن. ده كورتيزون في الاول بنحقن كورتيزون في الاول، واخد بال حضرتك. هدفه ايه الكورتيزون ده؟ الحقيقه بيعمل ايه؟ بيقلل الانفلاميشن والاديمه حوالي، يعني بيساعد التورمات اللي هي الاديمه بيقلل والاحتراق. بيقلل يعني بيحسن اعراض المريض، واخد بال حضرتك. لو الكورتيزون ما جابش نتيجه مع المريض بنبتدي نعرض عليه حقن داخل الاذن الوسطى بماده اسمها الجنتامايسين. الجنتامايسين دي مضاد حيوي، والحقيقه ده يعني بيقتل عصب الاتزان، ويبقى في بعض الاحيان بيأثر على السمع، بس الحقيقه هو اصلا سيلكتيف فيستيبلو توكسيك، يعني بنسميه ايه، بيأثر اكتر على عصب الاتزان عن عصب الايه السمع. ده في حاله لو سمع كويس، انما لو سمع متأثر لا يفضل. لا لو السمع كويس احنا بنديله كورتيزون احسن حقيقه يعني، يعني أأمن يعني. لكن لو السمع ضعيف بنديله بقى الايه الجنتامايسين عشان يساعدنا في، فلو اثر على السمع يعني طبعا مفيش ما هو مشكله. لو اثر على السمع، ما هو اقول لحضرتك هو طبعا يعني دي التقسيمه الجنرال العامه، لكن تمام. دلوقتي الحقيقه بعد زراعه القوقعه حتى لو احنا عملنا عمليات ديستراكتيف اللي احنا بنشيل الاذن الداخليه كلها، ما انت بتشيلها كلها وبعدين تعمل زراعه قوقعه، فيعني انت بتتخلص من الدوخه وفي نفس الوقت بتحسن السمع عن طريق زراعه القوقعه، بس طبعا دي محتاجه امكانيات الى اخره، بس ده وارد يعني، ده اوبشن موجود للمرضى عندنا يعني. طيب انت حضرتك بتقول في تدخلات متنوعه، متنوعه جدا. يعني حضرتك بدات بالكورتيزون ثم الحقن المضاد الماده الحيوي. المضاد الحيوي. لو السمع عند المريض كويس والادويه مش جايبه نتيجه،
الحقيقه بنعرض انواع معينه من الجراحه، زي حاجه بنسميها احنا السكس دي كومبريشن. دي عباره عن ايه حضرتك؟ احنا عارفين ان السائل الاندولمف في الاذن الداخليه بيبقى كتير قوي، سواء ان هو بيتفرز بكميه اكتر او سواء التصريف بتاعه مش قد كده، فاحنا بنعمل الجراحه دي نحسن التصريف. اللي هو احنا اللي هو اللي بيحصل ان السائل ده هو بيتصرف على المخ بتاعنا، على السب انابيب مثلا او على السب اركنود سبيس. فاحنا بنيجي نفتح الساك او الكيس اللي بيفتح على المخ مكان التصريف. بالظبط يا فندم. هفتح التليفون وهرجع للجراحه دي. معانا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. اتفضل الدكتور علي معاك. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. والله بص، انا عندي مشكله في الدماغ وحمدان كده، وما بقدرش اقوم من السرير، بس لو قمت على طول هلاقي نفسي دايخ وعطشان وهمدان، عيت الضغط دي كويس، بس الدكتور قال لي انا على طول دايخ ومش عارف افتح عيني. لما بتنام على الجنب اليمين او الجنب الشمال بيحصل لك دوار ولا لا؟ لا، لما بقوم كده اتحرك. لما بتقوم فجأة يعني. هو اتحرك كده. كان عندي مشكله في وداني زمان، كان معدتي تعبتني من كده فتره، والدكتور اداني حقنه زنتاكو رانتابيب وريد. حقنه ايه يا فندم؟ زنتاكو رانتابيب. عملت اختناق وكنت هموت وانا واقف، فمن ساعتها بقى جاب لي عريق، احس ان في حاجه ناقصه من وداني كده. لكن الدوخه بتيجي لما انت تبقى في السرير وتقوم فجأة، صح؟ وساعات بتجيني. وانا نايم زي ما حضرتك قلت كده، وانا نايم على جنب كده بتجيني دوار برضه، بس مش على طول. لا، وانا قاعد يعني بيجي لك زي الدنيا بتلف كده، ولا بتحس بعدم اتزان؟ بحس بعدم اتزان كده، وعايز اقع وانا واقف. طيب، شكرا جزيلا. شكرك لاتصالك. اتفضل. بص حضرتك، في يعني في الغالب المرضى اللي بيشتكوا من هذا العرض بيبقى عندهم حاجه بنسميها احنا بوشرال هايبوتنشن، اللي هو يبقى في السرير وبعدين يقوم فجاه. فتلاقي ايه، الدم بيتسحب في رجليه وبياخد ثانيه كده على ما يوصل المخ. في الوقت ده المريض بيحس بعدم الاتزان. الحقيقه دي مش نابعه من الاذن الداخليه يعني في معظم الاحيان، انما هو وصف حاجه تانية. احيانا بيجي له دوار لما يجي ينام على جنبه اليمين وجنبه الشمال. ده ممكن ده يبقى من الاذن الداخليه، انما الوصف اللي وصفه انه لما يبقى قاعد ويقوم يجي له عدم اتزان، الحقيقه ده مش غالبا مش من الاذن الداخليه. النصيحه بالنسبه له، ده بيحصل اكتر مع المرضى اللي عندهم يعني ضغط الدم عالي وبياخدوا ادويه ضغط. عشان الادويه دي بتخلي الدم يبقى مسحوب بقى في الاطراف وكده. يعني انما في حالته هو، النصيحه ان احنا نقيس الضغط، بس المفروض يعني مثاليا ايديل ان احنا نقيس الضغط 6 مرات كل يوم الصبحيه اول ما بيصحى منه، يعني من غير ما يعمل اي اكتيف. وده صعب قوي ان احنا نعمله 6 مرات الصبح، يعني نقيسه في 6 ايام متتاليه. اول ما بيصحى على طول، وهو قبل ما يتحرك بيتقاس الضغط ونشوف. وبنقيسه الحقيقه وهو قاعد وهو نايم، يعني وهو يعني نايم وهو قاعد، بحيث ان احنا نشوف الـ وهو واقف، يعني بحيث ان احنا نشوف هل في تغير شديد في الضغط من وهو نايم عن وهو واقف. ده يفسر لنا ان هو لما بيقوم يفسر لنا. لو لقينا فرق بين الاثنين حوالي 20 يعني مليمتر ميركر كده، ده ممكن يقول لنا الايه، ان ده ممكن يكون نتيجه الضغط الايه، تذبذب في ضغط الدم بيعمل عندهم الحكايه دي. طيب، نرجع لموضوع انواع الجراحات الخاصه بعلاج الدوخه والاتزان او عدم الاتزان في الاذن الداخليه. حضرتك قلت اول حاجه ان لو في السائل كتير يعني يمكن بيفرز بكميه اكبر او تصريف اقل، فبيكون في جراحه ل يعني اعاده تصريف هذا السائل. بالظبط يا فندم، اللي هو الجراحه اللي احنا بنسميها السكس دي كومبريشن. ايوه، دي الحقيقه بتبقى عن طريق ان احنا بنشيل عظمه النتوء الحلمي، وبنوصل للاندولمفاتيك ساك عن طريقها، عن طريق كده يعني المدخل دوا، وبعدين بنفتحها. واحيانا بنسيب فيها زي حاجه احنا بنسميها سايلاستيك شيت كده، عشان تفضل على طول مفتوحه، يعني تو ستنت ات اوبن يعني، او بنحط زي التي تيوب يعني انبوبه بنخليها بحيث انها نخليها مفتوحه على طول. ده الحقيقه مؤثر في نسبه كبيره جدا من المرضى، بتوصل ل 70 80% من المرضى. بس احنا قلنا ان ده لو المريض سمعه سيرفيسبل، يعني سمعه كويس. لو المريض بقى سمعه كويس وعملنا السكس دي كومبريشن وما نفعش، بنعمل حاجه تانية ان احنا بنستأصل عصب الاتزان عن طريق المخ الحقيقه، اللي هي احنا بنسميها فيستيبولار نيورونكتومي. بنخش عن طريق المخ من ورا الود،
وبنقطع عصب الاتزان تماما، بحيث ان احنا ما يبقاش فيه اي اشارات طالعه لمخنا من الاذن الداخليه. طب عصب الاتزان ده ملوش فوائد اخرى، ملوش يعني استخدامات اخرى، ما يعملش حاجه لما نقطع هذا العصب لا، ما انا الاتزان؟ بقول لحضرتك بقى، ما احنا بنضطر اضطرارا، احنا ما بنعملش الكلام ده تمام، الا لما يكون المريض على اخره الحقيقه يعني. تمام. فدي حاجه. انما لو المريض سمعه مش مفيد، يعني نوت سيرفيس زي ما بنقول، بيبقى في حلقه علاج يمكن اكثرهم يعني تاثير الحقيقه، ان احنا بنشيل الاذن الداخليه. احنا بنعمل حاجه اسمها اوسيوس لابرينثكتوم، بنشيل الاذن الداخليه وبنشيل الخلايا بتاعه التوازن الناحيه دي اللي موجوده، وده مؤثر جدا جدا جدا، يمكن اكثرهم تاثيرا لصالح المرضى الحقيقه، بيخلص من الدوار. بس دي لكن في حالات معينة. طبعا السمع بيروح بقى، ما هو ما عندوش سمع اساسا، ففي الوقت ده بيتزرع له قوقعه، بحيث ان هو يبقى ده تاهيل كامل من ناحيه السمع، وتاهيل من ناحيه الدوار او عدم الاتزان. تمام. طب الجراحات دي ليها مضاعفات يا دكتور؟ دول ثلاث جراحات، انت حضرتك قلت ثلاث جراحات كده بالظبط. ولا في اكتر من كده؟ هو في بس يعني دول الاكتر شيوعا يعني. ليها مضاعفات الجراحات؟ هو مفيش جراحه من غير مضاعفات، لكن المضاعفات الحقيقه محدوده يعني. يعني مفيش اي جراحه بدون مضاعفات. لا اقصد اقول فيما بعد، يعني هذا المريض يعني بعد كده بيتعامل بشكل يعني حياته طبيعية، بمارس حياته بشكل طبيعي، بيبقى وعنده آثار من هذه الجراحة بعد السكس ديكمبريشن حياته طبيعية جدا، لأن هو الحقيقة سمعه زي ما هو، ما جيناش عنده اللي هو زرعنا له قوقعة. لا، سكس ديكمبريشن اللي هو الأولانية خالص، بنفتح الكيس اللي بيصرف السائل. دي الحقيقة يعني المريض بيبقى تاني يوم طبيعي خالص، ما عندوش مشكلة. تمام. انما جراحة العصب الاتزان دي جراحة كبيرة بنعملها عن طريق المخ الحقيقة، فليها مضاعفاتها زي اي جراحة مخ مفتوح يعني. والمريض بياخد وقت اطول في الكونفاليسنس في المستشفى وكده. استئصال الاذن الداخلية كاملة يعني عملية بتاخد وقت شوية، لكن اقل خطورة الحقيقة من الفيستيبولار نيورنكتومي. تمام. هل المريض ده بيمارس حياته بشكل طبيعي بعد كده ولا في يعني ممكن يعاني من حاجه مستقبلا؟ لا خالص، بيمارس حياته بشكل طبيعي تماما، طبيعي تماما الحقيقه. ما يجيلوش دوخه تاني ولا لو العمليه ناجحه 100%، واحنا زي ما قلت لحضرتك هي مش نسبه 100%، احنا قلنا ساكس ديكمبريشن بنتكلم اللي هو التصريف الميه، بنتكلم في نسبه نجاح من 70 ل 80%. تمام. يعني معناه لو خمس افراد عملوها ممكن تلاقي اربعه بقوا كويسين قوي ما عندهمش مشكله، ولكن شخص ما الخامس هيبقى عنده نفس الاعراض. تمام. هل ده ممكن تعمل في ودن واحده مثلا لو فيها المشكله، ولا بتتعمل في الاثنين؟ احنا يعني الودن اللي هي مسببه الاعراض هي دي اللي احنا بنتعامل معاها. طيب، واخد بال حضرتك، ممكن نعمله في الناحيتين طبعا، ما فيش مانع نعمله في الناحيتين، وخصوصا اللي هي التصريف الميه، لانه زي ما انا قلت ملوش تاثير على السمع. لكن لو ما فيش شكوى من ودن تاني ما بنتدخلش. لا طبعا. طب لكن ممكن يحدث بعدها لو انا عمل ودن فيها مشكله؟ طبعا، وده عشان كده بقول لحضرتك لا، حزبه القرار الجراحي هي مش سهله يعني. الديسيجن ميكنج هنا الحقيقه، انا اعراض المريض على ناحيه وهو مش قادر يتحملها، وسمعه على الناحيه الثانيه هعمل فيه ايه كجراح. وبعدين انا لما اتدخل، خلي بالك لما اجي اتدخل لو ده مرض على ناحيه واحده سهل جدا مش مشكله، لكن انا حتى لو هو ما جالوش اعراض على الناحيه الثانيه، انا عارف ان الناتشرال كورس بتاع الالنس ان هو ممكن يجيله على الناحيه الثانيه، بعد سنه، بعد اتنين، بعد تلاته، بعد عشرة. فانا في حساباتي قرار الجراحي ماخدوش على النهارده، انا باخد القرار الجراحي على ايه اللي هيحصل بعد 10 سنين للناحيه الثانيه. وانا واضح في الحسبان بتاعي انه ده باي لاترال ان اباوت 40% اوف بيشنتس، فدي نقطه مهمه يعني في الحسابات يعني. تمام. طب هل المريض ده لو هو مريض بامراض اخرى، يعني مثلا عنده ضغط او عنده سكر او عنده فيروس مثلا سي او مريض قلب او ما الى ذلك، برضه بيكون في الاعتبار ده يعني طبعا تدخل؟ لا وده ده يعني ده اي مريض بصرف النظر بقى عن هو دوار او غيره، ده لازم بناخد الحاجات دي في الاعتبار، ودكتور التخدير بيشوف المريض كويس قوي، بيتعمل رسم قلب، بنعمل تحليل دم. يعني اي مريض هيعمل اي عمليه جراحيه الحقيقه لازم الحاجات دي تبقى مستوفاه قبل الجراحه، وبناخدها في الحسبان. لكن ما بتاثرش في الجراحه يعني مثلا؟ لا، هي ما لهاش علاقه بالجراحه مباشره، لكن ليها علاقه بالقرار الجراحي. يعني انا النهارده هعمل لك عشان الدوار وبعدين يجي لك حاجه في قلبك؟ لا طبعا. انا فاهم. لكن عشان حضرتك كنت اشرت منذ قليل المريض الضغط العالي اللي ممكن بيحدث عنده دوخه ودوار وما الى ذلك، ما بت
تاخدش في الاعتبار في هذا الموضوع في لا احنا كنا بنتكلم على حالة معينة. الاورثوستاتيك هايبوتنشن، ضغط مع دي مختلفه خالص عن الاذن الداخليه، دي تمام حاجه تانية. تمام احنا كده وفينا الجراحات المختلفة ولا في لا؟ هو في كتير الحقيقة، بس يعني لو وقت البرنامج خلاص. لا لسه قدامنا وقت يعني، لو برضو حضرتك في طبعا امراض تانية غير منيير، زي مثلا اللي احنا بنسميه السوبيريو سيمسيركل كانال ديهيسنس، اللي هو القناة الهلالية العليا. ايوه احيانا السقف بتاعها هو سقفها المفروض ان فيه عظم، يعني احيانا العظم ده ما بيبقاش موجود، وتلاقي المريض بيجي له دوار بسبب الحكاية دي. ده حاجة خلقية خلقية في معظم الأحيان، وأحيانا بتبقى مكتسبة مع الوقت الحقيقة. ازاي مكتسبة؟ بتيجي نتيجة مع الوقت أحيانا الناس مثلا اللي عندهم ضغط عالي مثلا، نوع من أو اللي بيسميه احنا البيلاين انتراكرين هايبر تنشن، اللي هو ضغط المخ عالي، السائل اللي حوالين المخ عالي، ممكن ده مع الوقت يعمل راريفاكشن للبون اللي موجود، العظم ده يدوب يعني. بالنسبه لنا تتاكل يعني العظمه دي. بالظبط بالظبط. دول بقى حضرتك بيجي لهم دوخه، بس نوع خاص من الدوخه. تلاقيه بيجي يقول للمريض للطبيب ايه، انا بيجي لي دوخه لما يبقى في صوت عالي فجاه، او لما اجي انف او احزق في حالات معينه، او مع تغيير الضغط الجوي يجي لهم الدوخه في الوقت ده. دول بقى بالنسبه لنا بنشوفهم، برضو ما بنشوفش حاجه خالص عند الفحص الحقيقه، بنعمل اختبار سمع، بيبقى عندهم ضعف سمع توصيلي مش حسي عصبي. ايوه. ولو عملنا لهم بنسميه احنا الفيستولا تيست، ده احنا بنضغط على الودن كده، ممكن يجي له دوار ونلاقي عينيه بقى فيها الرقرق، واخد بال حضرتك؟ ودول الحقيقه لما بنعمل لهم اختبار السمع في حاجه اسمها المنعكسات السمعيه، الاكوستيك ريفلكس، بنلاقيه عندهم موجود، واخد بال حضرتك؟ يعني ما بقاش ضايع زي معظم الناس اللي عندهم ضعف سمع توصيل بتلاقي ضايع، لكن عندهم موجود. بنعمل المريض في شكوى مهمه قوي للمرضى دول الحقيقه، يجي يقول لك ايه؟ انا سامع حركه عيني. ودي من الحاجه الحقيقه في معظم الاحيان بتشخص هذا المرض. سامع حركه العين. بيسمع حركه عينه. يعني بص حضرتك، هو احيانا بيسمع اصوات اكتر من الطبيعي الحقيقه. عند يعني مش بيسمعوا قال لا بيسمعوا، يعني لو بص حضرتك لو هو ماشي دبت رجله اللي فيها الديهيسنس او الحكايه دي بيسمعها احسن على الناحيه دي. ولو عملنا له اختبار شوكر رنانه تلاقيه بيسمعه في الودن اللي فيها الايه الديهيسنس. في ناس، بعض الناس يقول لك انا بغسل وداني بحس بمشي رجلي على الارض، يعني بتحك رجلي في الارض بسمعها بصوت جامد. ما هو ده مع الضعف السمع التوصيلي بيبقى عندهم الحكايه دي، لانه هو بيسمع نفسه احسن ما بيسمع الخارجي. بقول لك بعد ما اغسل وداني بيحصل ان انا وانا ماشي كده بسمع حكه رجلي في الارض. بالظبط. فهو المرضى دول حضرتك لما بنشخصهم برضه بنحاول معاهم بالري اشورنس والكونسلنج ونفهمهم المشكله اللي عندهم ايه. لو الامور يعني بالنسبه لهم برضو انبيرابل والاعراض شديده قوي، بنعرض عليهم اللي هو التدخل الجراحي، ان احنا بنعمل سقف من طبقات مختلفه، بنعمل لها سقف من غطيها يعني. بالظبط يعني غضروف مع 3 لايرز يعني. ده بيساعد المرضى دول في الدوار. في مرضى تانية بيجي لهم الحاجه اللي احنا بنسميها بيريليم فيستولا، زي ناسور داخل من الاذن الداخليه. ناسور؟ ناسور بنسميه كده. نتيجة ايه يا دكتور؟ نعم يا فندم. هو ده بقى الحقيقه الناسور ده سببه سواء بعد التدخل الجراحي او بعد البريشر تشينج، زي الناس اللي هم الدايفرز اللي هم بيغطسوا تحت الميه مثلا، او الناس اللي يعني اي بريشر تشينج بتحصل بعد خبطه مثلا في قنبله حصلت وفرقعت، وممكن يعمل الكلام ده. ده برضو عرضهم انه بيشتكي من دوخه او دوار عند الاصوات العاليه، او عند الحزق، او اي ضغط، تغيير في ضغط في الضغط الجوي. دول برضو بنعمل لهم تدخل جراحي بحيث ان احنا بنقفل الناسور دوا اللي موجود على مستوى الاذن الداخليه. في نوع فقط يعني. بالظبط. انا في الناسور بس بيتعالج. بيتعالج. الحاجه المهمه اللي ممكن تسبب دوخه، هي مش كتيره بس ممكن تسبب، اللي هي الاورام العصب الاتزان. اللي احنا بنسميها الفيستيبولار شوانوم، والشائع في عند الناس يقول لك اورام العصب السمعي، الحقيقه اكتر عصب اتزان منها عصب سمعي، لكن بيجي لهم طبعا بضعف سمع، وممكن يجي لهم بدوخه، ودول طبعا الحقيقه التدخل بتاعهم يعني التدخل الوحيد بالنسبه لهم هو تدخل جراحي. ما ينفعش معاهم ادويه لان عندهم اورام، والورم ده الحل بتاعه انه يستقصف، سواء استئصال جراحي او عن طريق الجاما نايف الى اخره يعني.
تمام. هؤلاء الأشخاص بعد إجراء هذه الجراحات الخاصة بالعلاج الدوخة والدوار دول بيمشوا برضه على لايف ستايل ولا خلاص بيمارس حياته بشكل عادي بعد الجراحات دي؟ لو بنتكلم على المنيير وعملناه على ناحيه واحده بنقول لهم برضه لايف ستايل، لان احنا خايفين على الناحيه الثانيه، تمام. واخد بال حضرتك؟ انما في حالات مثلا اللي هو القناه الهلاليه، العظم اللي ناقص، مجرد انها كانت على ناحيه واحده وعملت له العمليه خلاص مش